معنا أمام محكمة النقدة حول حكم إعدام موكله محمد عادل قاتل نيير أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة. وتقدم الديب بحافظة مستندات مودعة باسم المحامي أحمد حمدة بأسباب طعنه في الحكم قبل انقضاء 60 يوما، وهي المدة القانونية للطعن في أحكام الجنائية. وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا في حق المتهم محمد عادل الذي أجهز على نيير أشرف الطالب جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار المفتي الجمهورية. وقررت المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيير أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وأوصت المحكمة في حيثيات حكمها بإذاعة الحكم على الهواء لتحقيق ردع العام المنشود بعد أن انتشرت حوادث القتل في مصر ليكون القاتل عبرة لغيره. وأعلن المحامي الشهير فريد الديب استعداده لكتابة مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم وتقديمها من محكمة النقدة دون الإعلان عن تفاصيل أسباب طعنه. وفقا لموقع مصراوي، نيرة جديدة في مصر، شاب يقتل طالبة رفضته في المنوفية. مأساة جديدة شهدتها مصر على غرار مأساة نيير أشرف وسلمى بهجة، حيث وقعت جريمة قتل مروع لفتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في محافظة المنوفية شمال البلاد. وشهدت قرية طوخ طنبشة التابعة لمركز بركة السبع بمنوفية